دلوقتي تعالوا نتابع اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده، ونتابع ايضا اهم المباريات اللي هتتلعب في اطار الجوله 19 من الدوري المصري الممتاز لكره القدم. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فمتحف السكة الحديد هيفتح أبوابه للجمهور مجاناً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً في إطار مشاركة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالاحتفال بعيد تحرير سيناء. وبيعد متحف السكة الحديد واحد من أعرق وأقدم متاحف السكة الحديد في العالم، واللي تم افتتاحه في 15 يناير 1933 وتم إعادة تطويره وافتتاحه في مارس 2016، وبيتيح لزواره إمكانية التعرف على مراحل تطور السكك الحديدية في مصر من خلال نماذج لقطارات وعربات من حقب زمنية مختلفة. النهاردة تنطلق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية لقفز الحواجز والتقاط الأوتاد اللي بتنظمها القوات المسلحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة من 24 حتى 27 من شهر إبريل الجاري بنادي الفروسية بمدينة نصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية، وبمشاركة 11 دولة عربية هم مصر، ليبيا، قطر، الجزائر، الكويت، تونس، سوريا، العراق، السعودية، الأردن والإمارات، وده بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين والشخصيات العامة والإعلاميين. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة 29 المؤجلة من عمر المسابقة. هيلتقي وولفرهامبتون مع بورنموث في 9:45، في تمام الساعة 9 هيلتقي كريستال بالاس مع نيوكاسل يونايتد، في نفس التوقيت يلتقي كل من مانشستر يونايتد مع شيفيلد يونايتد وإيفرتون مع ليفربول. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع 2 مباريات مهمين في إطار الجولة 19 من عمر المسابقة. هيلتقي طلائع الجيش مع إمبي في 4 عصراً، وفي 7 مساءً بيراميدز مع البنك الأهلي.